بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. مدارس الهدي المحمدي، برنامج التعلم عن بعد، مادة الكيمياء للصف العاشر، وعنوان درسنا اليوم أعزائي الطلبة حرارة التكوين القياسية. إذن الهدف اليوم من حصتنا أن نتعرف على المقصود بحرارة التكوين القياسية. 2. إجراء عمليات حسابية تطبيق على حرارة التكوين. طيب، هلأ حرارة التكوين القياسية واللي هي بيرمز لها دلتا H formation ونوت، رح نفهم كل واحدة فيها إيش مقصود فيها. طبعاً لو جينا انتبهنا الآن، هي ستاندرد قياسي انثالبي أو هيت of formation. إذن الهيت هيها عنا بحرف الH، وعنا الفورميشن هي حرف الF، وعنا النوت هاي تدل على إنها ستاندرد أو القياسية، إنها في الظروف القياسية. رح نتعرف شو المقصود بالظروف القياسية وما هي الظروف القياسية للأمام شوي. إذا الآن تعريف حرارة التكوين القياسية هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن التغير في المحتوى الحراري الناتج عن تكوين مول واحد، هون كتير منشدد عليها إنها واحد مول فقط، من المركب من عناصره الأساسية. طيب إلى ماذا تشير الحالة القياسية؟ إيش يعني لما قلنا إحنا هون حرارة التكوين القياسية؟ ما هي الحالة القياسية؟ الحالة القياسية إنه نقيس تغير في المحتوى الحراري في الظروف القياسية. طيب ما هي الظروف القياسية إذن؟ الظروف القياسية راح نتعرف ثلاث ظروف لازم نحفظها. أولاً التركيز، طبعاً التركيز بهاي الحالة راح يكون قيمة دائماً نحسبها واحد مول لكل لتر، يعني ما بصير أحسب حرارة التكوين القياسي إلا لما يكون التركيز واحد مول لكل لتر. 2. درجة الحرارة، درجة الحرارة لازم تكون برضو قيمة ثابتة مقدارها 25 درجة سليوسية. 3. الضغط، ولازم بهاي الحالة كمان الضغط يكون ضغط ثابت واحد ضغط جوي، واحد أتم يعني واحد ضغط جوي. طبعا هاي الظروف في بعض الكتب أو المراجع بسموها الظروف المعيارية، الظروف المعيارية، لكن الآن كتابنا نعتبرها أو نسميها الظروف القياسية. إذا الظروف القياسية والظروف المعيارية، إنه أنا إذا بدي أحسب حرارة التكوين لمادة وهي في حالة على شكل محلول لازم يكون تركيزها واحد مول لكل لتر، درجة الحرارة ثابت 25 درجة سلسية، إذا كانت المادة بالحالة الغازية لازم الضغط يكون واحد ضغط جوي أو واحد أتم سفير. طيب هلأ إيش بدنا ننتبه عند حساب حرارة التكوين القياسية؟ أول شغلة لازم ننتبه إنه لازم تكون الحرارة خاصة بالمادة الناتجة. إذا يعني كل التفاعلات راح تكون إحنا بنحسب حرارة لمين؟ للمادة الناتجة وليس المواد المتفاعلة. 2. لازم إنه المادة الناتجة لازم تتكون من مول واحد من المادة الناتجة. كمان إنه هذا المركب اللي أنا بدي أحسب حرارة التكوين له لازم يتكون من عناصره الأولية. 3. إنه هذا المركب الناتج أيضا يكون في حالته القياسية زي ما حكينا، إنه يكون درجة الحرارة 25، ضغط واحد ضغط جوي واحد أتم، والتركيز واحد مول لكل لتر. طيب الآن سؤال، أي المعادلات التالية تمثل الحرارة المصاحبة للتفاعل حرارة التكوين القياسي؟ إذا مش بدنا نعلل ليش، شو السبب؟ نأخذ أول معادلة. لو اطلعنا على المعادلة الأولى، الآن الحرارة هاي هل تمثل حرارة التكوين للـ MgCO4؟ طبعا لا. ليه؟ لأني أنا هون المواد اللي مكونين مش العناصر الأساسية، مش من Mg لحالها، هي جاي على شكل مركبات، فبالتالي ما بستطيع اعتبر انه هاي حراره تكوين، عفوا الهيت اللي هون حراره تكوين قياسيه. كمان مثال، هلا ام جي هي عنصر واو 2 عنصر، اعطانا ام جي او ام جي او، اذا هذا المركب ماده ناتجه تتكون من عناصر اساسيه، لكن هاي الهيت لا تعتبر. طب ليه لا تعتبر حراره تكوين؟ اذا ليه؟ لانه انا اللي مكون عندي هون 2 مول من المادة، إذا حتى نعتبرها لازم تكون واحد مول. طيب طب نشوف المثال هذا، المثال هذا إذا شفنا CO زائد نص O2 بيعطيني CO2، وهي الحرارة برضو حرارة التكوين، هنا لا تعتبر حرارة التكوين. لماذا؟ الأكسجين عنصر لكن CO مش عنصر، هي مركب، إذا لا نستطيع أن نعتبر هاي حرارة تعتبر، لا تعتبر حرارة التكوين. طب خلينا نشوف هذا، 3 2 H2 زائد C الكربون بيعطيني نص C2H6 زائد C، برضو هاي حرارة التكوين لا نعتبرها. ليه؟ لأنه أنا المادة الناتجة اللي أنا حاسبها، طبعا أنا عناصر أكيد صح، لكن
المادة الناتج، الناتج نص مول وليس واحد مول. إحنا حتى نعتبرها لازم تكون أنا إيش عندي واحد مول. طب الهيت اللي في المعادلة هذه رح نشوف. لاحظ أنا هون عزيز الطالب هاي حرارة، أنا عم بتفكك المركب، إذا لازم أنا تكون الحرارة لمين؟ لتكوين المادة، لازم تكون في المواد الناتجة. أنا المادة هون موجودة ضمن المواد المتفاعل، إذا هاي الحرارة لا تعتبر حرارة تكوين. آخر معادلة الآن إذا بنلاحظ H2 زائد نص O2 بيعطيني H2O. الهيت هاي تعتبر حرارة تكوين؟ نعم حرارة تكوين. ليه؟ أول شيء عندي أنا الـ H2 والـ O2 العناصر الأساسية اللي مكونين. بعدين إنه المادة أنا اللي عم بحسب إلها الحرارة هي مادة ناتجة صح؟ كمان واحد مول للمادة الناتجة. تمام. الآن نأخذ مثال على حساب حرارة التكوين. حرارة التكوين القياسية للماء من عناصره الأساسية في الظروف القياسية عندما يتفاعل نص مول من غاز الأكسجين مع واحد مول من غاز الهيدروجين لتكوين واحد مول من الماء، يرافق ذلك انبعاث طاقة حرارية 285.8 كيلو جول. إذا لما نعبر عن طبعا نسمي هاي الحرارة حرارة التكوين القياسية دلتا اتش فورميشن نوت. يمكن التعبير عن التفاعل بالمعادلة التالية زي ما شفنا H2 زائد نص O2 بيعطيني H2O وهي 1 مول زي ما احنا شايفين. إذا الدلتا اتش هون بنسميها دلتا اتش فورميشن نوت في الظروف القياسية أو حرارة التكوين القياسية للماء، نعم نعتبرها وزي ما احنا شايفين كم تبلغ سالب 285.8 كيلو جول. طبعا الآن ما الفائدة إذا من حرارة التكوين القياسية؟ ايش بنستفيد لما نيجي إنه أنا عرفت أو حسبت حرارة التكوين القياسية للمواد؟ بقول لك إحنا بنستفيد منها لحساب التغير في المحتوى الحراري القياسي للتفاعل اللي بنطلق عليه الآن دلتا اتش نوت. إذا إحنا كل اللي سبق اللي طاقة الرابطة قانون هس حسبنا دلتا اتش، لكن الآن رح نحسب دلتا اتش بس إيش نوت؟ إيش يعني النوت؟ إنه هاي بيكون تغير في المحتوى الحراري القياسي في الظروف القياسية. إذا نستطيع حساب حرارة تفاعل ما في الظروف القياسية. رح نشوف الآن في لدينا الآن جدول 4 يبين الحرارة التكوين. إذا حرارة التكوين القياسي لعدد من المركبات التي تستخدم في إيش؟ في حساب التغير في المحتوى الحراري القياسي دلتا اتش نوت. خلينا نشوف الجدول. زي ما احنا شايفين عندي هون جدول عدة مواد، هدول المواد دلتا اتش فورميشن إلها زي ما احنا شايفين، لاحظ كلها تقريبا بالسالب. اها طيب، إلا إنه في علل الإشارة الموجبة لحرارة التكوين لبعض المواد، زي مين؟ لاحظ عندي أنا هون الدلتا اتش فورميشن للإن أو من عناصر الأساسية موجب 90، وهون موجب 33.9، كمان في عندي C2H2 C2H4 كمان موجب. باقي الجدول بشكل عام بنلاحظ انها سالب الا بعض النماذج القليله. طب ليه يا ترى هذا الحكي؟ هذا السبب في ذلك انه انا بهذا بدلني على اني انا لما اجيت كسرت الروابط حتى اكون هذا المركب اللي هو C2H2 نحتاج الى طاقه اعلى من الطاقه الناتجه عند تكوينها، فبالتالي بتطلع الدلتا اتش موجبه اللي هي يعني معنى اخر ناقص للحراره. تمام، الآن نشوف بعض الملاحظات. أول ملاحظة رح نشوف إنه حرارة التكوين إذا قياسي للمركبات الناتجة من التفاعل غالباً تكون إشارتها مالها سالبة. كمان حرارة التكوين القياسية دلتا اتش فورميشن نوت للعناصر الحصر القياسية تساوي الصفر. كيف يعني؟ خلينا نفهم هذا. أي من المواد التالية حرارة تكوينها تساوي الصفر؟ إذا رح نشوف مثلاً MG المغنيسيوم. إذا هذا عنصر حر موجود في الطبيعة، إذا هون بما أنه موجود هكذا حر في الطبيعة إذا دلتا اتش فورميشن نوت له تساوي صفر. طيب NaCl هون لا ما بتساوي، ليش؟ لأن أنا هذا المركب NaCl ممكن يتكون من عنصر الـ Na زائد Cl، إذا هو لا يوجد بصورة حرة منفردة كعنصر حر في الطبيعة، لذلك هذا ما بتكون له صفر. طيب N2 نعم هي عنصر وبيوجد في الطبيعة على شكل N2، إذا دلتا اتش فورميشن له هذا بيطلع صفر. H2 أيضا بتطلع له صفر لأنه يوجد في الطبيعة على شكل H2 بصورة حرة منفردة. طب CO2 نلاحظ إنه هذا مش بصورة عنصرية وإنما هذا مركب. إذا المركبات حتى لو وجد CO2 موجود في الطبيعة والغلاف الجوي، لكن هو جاي مركب من عنصرين، إذا بيكون له دلتا فورميشن وممكن نحسبها
ولا تساوي صفر، فقط مين العناصر بصورة عنصرية زي هيك، هدول بيكون الدلتا اتش فورميشن لهم نعتبرها صفر. يمكن إذا حساب المحتوى الحراري للتفاعل باستخدام العلاقات الآتية اللي هي دلتا اتش نوت اللي هي في الظروف القياسية تساوي مجموع دلتا اتش فورميشن للمواد الناتجة ناقص مجموعها للمواد المتفاعلة. طبعا حتى نفهم هذا الحكي بدنا نفهم بالأول دلتا اتش نوت هي التغير في المحتوى الحراري للتفاعل في الظروف القياسية، الدلتا اتش رياكتانت اللي هي حرارة التكوين القياسية للمواد المتفاعلة، بينما البرودكت البي ار اللي هي حرارة التكوين القياسية للمواد الناتجة. خلينا نفهم هذا ونأخذ المثال. بيحكي لك باستخدام الجدول 4 الذي يبين حرارة التكوين للمركبات المختلفة احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل الآتي. التفاعل هو عبارة عن CH4 زائد O2 بيعطينا CO2 زائد 2H2O. حتى نفهم هذا الحكي خلينا نشوف الآن نفصل بالبداية دلتا H formation لل CH4 تساوي سالب 74 8 بالعشرة لا CO2 برضو هاي بنطلعها من جدول 4 393.5 بالسالب لل H2O سالب 285.8 بالعشرة كيلو جول لكل مول. نرجع الآن نطبق بالقانون دلتا H formation مجموع البرودكت اللي هم المواد الناتجة اللي هي CO2 وال H2O، ولاحظ إنه أنا ال H2O في عندي 2 مول، بدنا ناخذها بعين الاعتبار. إذا راح تكون دلتا H formation لل CO2 زائد 2 ضرب دلتا H formation لل H2O، بنطرح منهم الدلتا H formation لل CH4 زائد الدلتا H formation لمين لل O2. طبعا ال O2 هون عنصر، أكيد هلا راح تطلع قيمتها تساوي صفر. بنطبق الآن راح تكون عندنا بالنهاية إذا 293.5 2 في 285.8 ناقص سالب 74.8 زائد طبعا إيش؟ صفر، لأنه هذا عنصر بيكون حر في الطبيعة. إذا راح يطلع بالنهاية عندي مجموع الطاقات زي ما إحنا شايفين تساوي سالب 890.3 كيلو جول. هيك إذا عزيزي الطالب معنا واجب الحصة الجاية أتحقق صفحة 71. أنهينا حصتنا، إلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله.